عادل الدمخي، حياك الله دكتور. الله يحييك. اقول لك مبروك، انتصرت ولا لا؟ أول شيء قضية الانتصار وعدم الانتصار، أعتقد إحنا لما نستخدم أدواتنا الدستورية القصد منها هو يعني مصلحة هذا البلد. قضية الوزيرة السابقة كانت قضية المصداقية السياسية والأمانة المهنية. زين، أنا قلتها في بداية الاستجواب وآخر الاستجواب. معايير اختيار الوزراء في البلد شنو؟ يعني لما تجيب إنسان مجرد مرشح في مجلس الأمة وتجيب آخر سنة تحطه وزير، لا خبرة مهنية لا خبرة إدارية، فوق هذا طعن في النواب، إنكار ثابت. يعني هذا خلاني أروح للاستجواب. طبعا حاولوا انت سؤال دكتور، حاولوا انه يسوونه تغريده ويسوونه. هو هذا السؤال، اقول لك ان السؤال هذا لولا التغريدات كان قدمت الاستجواب؟ لا، انا قدمت استجواب للطعن في النواب بناء على التغريدات وأنا اللي صارت. ارفضها. اي طبعا كانت بناء على نقد كان موجه لرئيس مجلس الوزراء. ترى النقد كان موجه لرئيس مجلس الوزراء، انا واحد من الناس وغيري اللي انقدوا هو رئيس مجلس الوزراء. فلما جت طعنت وبعدين انكرت ما هو ثابت عليها. المصداقيه، انا قلت المصداقيه اختبر فيها رؤساء دول، رؤساء وزراء، انت اختبروا في المصداقيه. لما انت تقول كلام وتتراجع عنه، تنفي تقول انا ما قلته، هني لا، كلام صار في المصداقيه. عندك مشكله هني بالحاله. بعدين لما صار الاستجواب، لا، صار عندي الأمانة المهنية. لما صار الموضوع، لا والله الموضوع صار في مخالفة قانونية في الهيئة اللي هي مشرفة عليها، وصار في تعارض مصالح في الهيئة نفسها. شلون تعارض مصالح؟ تعارض مصالح اللي كان قضية خالها. أنا خالها يمكن طلع وكتب، كتب عنك في تويتر إيه، انت كنت قاعد دوانيته وتمدحه وامام ولا زلت. انا لو اقول له، لو اشوف اقول له والنعم، انا ما انا عصام بن حيدر لا تزال تمدحه. انا اقول لك، ليش هاجمته داخل المنصه؟ لا ما هاجمته. انا قاعد اقول في تعارض مصالح في قضيه عليك. هو قال ان حفظت، انا قلت في الاستجواب حفظت، وانت طلعت كتاب في 9/2017 بعد ذلك طلب إعادة فتح التحقيق، ولا زالت القضية الآن، وإن شاء الله يطلع براءة من القضية. يعني ما يهمني الآن هو وين بيروح. أنا قضيتي أن في تعارض مصالح، القضية الآن موجودة، وأنا قلت له إذا الآن تقدر تطلع كتاب طلع كتاب. أنت قدرت ب 9/2017، الكتاب قديم، لكن الآن ما تقدر تطلع. ليش؟ لأن القضية موجودة، معنا من حقك. ايش علاقته هي اذا في قضيه على في قضيه؟ يعني في تعارض مصالح، في قضيه الان في اداره الخبراء تعتمد على هيئه الاعاقه، هيئه الاعاقه تعارض مصالح واضح، ما في كلام يعني. فلذلك انا طرحت، بس هذا ما كان محور استجواب. لا، انا تكلمت وفي ردي للاستيضاح قلت لها هذا من المصداقيه السياسيه والامانه المهنيه، راح اثبت لك ان انت تفتقدين الى هذه المصداقيه السياسيه والامانه المهنيه. والحمد لله لما انطرح الموضوع الثالث والموضوع الرابع، طبعا مع انكار الثابت عليها، وانا قلت في قضايا شرعيه احنا ما نقدر نتجاوزها، يعني مثل قضيه الخمر وقضيه ما قال شنو قالت الخمر؟ ما قال، ما دعي. قالت ما في مشكله ان نسوي بارات بالكويت، بس قانون ينظمها. ولما هاجمت الحجاب وهاجمت أصلاً الحمله، قالت انا هاجم الحمله، ما هاجم الحمله. الحمله تشق المجتمع، وبعدين هجوم دائما على يعني طوائف المجتمع، تسميهم الاسلام السياسي، تسميهم كذا. قلت لها انت اذا مقابله الاسلاميين داخل وزاره الاوقاف، داخل وزاره الاوقاف، شو انت بتروحين على الاسلاميين في يعني وزاره الشؤون والجمعيات الخيريه وغيرها. الحقيقة أنا أقول لك شيء، ترى عادل الدمخي بذل أسباب، لكن أنا أعتقد الوزيرة أسقطت نفسها بنفسها. من خلال؟
من خلال قراراتها. إنزين أنا قبل لا يعني بس بوضح لك الموضوع. تجميد سعد الرشيدي في التعاونيات. أوكي. إنزين وسعد يمكن ما حد يحبه لأنه قانوني وايد. أوكي. وبعدين تجيب واحد وتصدر قرارات استرضائية لوالله النواب وكذا وتحط تعين نواب. ثاني شيء بعدين قضية تجميد شفيق العوضي، وأنا سمعت مواعدة النواب أن في معاملات في الهيئة تمشي لهم في تجميدها كذلك كان مو زين كلش. بعدين قضية الاسترضاء من ناحية النواب من ناحية أنه والله أنا أعطيهم يعني أعضاء معينين في الجمعيات، الحقيقة هي عجلت لذلك تجد اللي انقلب عليها مربعي ترى. رحية على القرارات. لكن قبل الصحف بعض الصحف يعني هاجمت بعض أحد الصحف يعني أحد الصحف قالت عادل الدمخي ابدأ بنفسك على الصفحة الأولى حطت لك تغريداتك مثلا. زين ليش هجوم الصحف كان عليك؟ ما شفت أن أنت لأنه وقعت في تناقض لما كان لك تغريدات أيضا وحاولوا يثبتون أن أنت نفس الموقف، ليش انقلبت عليه؟ أنا قلت هذا ترى رديت عليه في الاستجواب. أول شيء عادل الدمخي ما حذف تغريداته، عادل الدمخي تغريداته موجودة ولا زلت أنا أؤمن بهذه التغريدات. أنا كنت رئيس جمعية حقوق إنسان وكنت أنادي بالحل السلمي ومطالب إصلاحية. لم أكن يوما ضد درع الجزيرة ولم أكن يوما مؤيدا لثورة البحرين، حتى كانوا يابوا تغريدات أنا أقول أنا ضد المطالب الطائفية. زين وقلت إن أنا مع المطالب الإصلاحية وهذا. وأنا رحت البحرين ترى وتكلمت لما شكل ملك البحرين. يعني أنت سواء أنت عندك مشكلة لأن هي طالبة بعدم دخول درع الجزيرة، فهذه مشكلتك؟ كانت هي حرب، هي كانت تأييد لثورة البحرين. إيه؟ وضد دخول درع الجزيرة. هذه كانت رسالة اللي كان يعني ترى احنا كنا ننتقد فيها رئيس وزراء مثل ما قلت. لا بس انا ايضا هذا السؤال اللي فانا ما اختارتني الحكومه حتى تحاسبني انت. وثاني شيء انا ما تنكرت، اللي انا اللي اثارني هو تنكرها، قلت لك المصداقيه السياسيه. انا هذا السؤال اليوم انت قاعد تعترض على تصريحه مثل في درع الجزيره. اعطيك مثال اليوم لو مثلا جت الحكومه وعينت مثلا الدكتور عبيد الوسمي وزير أو عينة أحمد السعدون وزير، هم لهم آراء ضد درع الجزيرة في قضية البحرين، راح تطرح فيهم الثقة؟ إذا تنكروا أطرح فيهم الثقة في أحمد السعدون وعبيد الوسمي. إذا تنكروا لي ما قالوه، هني الفرق ترى. أنت ما عندك مشكلة في تصريحه؟ لا أنا كان عندي مشكلة في هذا. عندك مشكلة في تصريحه؟ في الكلمة بس أنا ما كنت رايح الاستجواب. أنا رحت الاستجواب لما طعنت في النواب، قالت يغازلون قواعدهم الانتخابية. أوكي. وما يروجونه هو إشاعات، وبعدين طلعت بيان قالت هذه مقالطات منسوبة إلي. هنيك صارت عندي المشكلة لما تنكرت هذا. وفوق هذا طلعت إعلامية كويتية وقالت إن أنا سألتها وقالت لي أنا ما قلت هالكلام، ما قلت هالتغريدة، والتغريدة بلا تاريخ. قامت طلعت لها التغريدة وبتاريخها، قالت لها هذه تغريدتك وهذه تاريخها. تقول أنا اتصلت عليها وقالت لي لا، بدون أكدت لي أن هي تتنكر. أوكي. لما كانت تقوله. هني أنا أثار في نفسي المصداقية السياسية الوزير.